حقيقة الكثير من الأنشطة المختلفة تقدمها دار الأوبرا المصرية، باعتبار أن مصر من أوائل الدول التي اهتمت بهذا الفن، ودار الأوبرا المصرية هي واحدة من أعرق دور الأوبرا على مستوى العالم. مشاهدينا الكرام، في هذا الحوار أرحب مع حضراتكم بالدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية. دكتورة، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كان تاريخي، وكمان عندنا دار الأوبرا المصرية واحدة من أعرق دور الأوبرا على مستوى العالم. أنا بس قبل ما نتكلم على الأنشطة عايز أخد فكرة سريعة عن دار الأوبرا المصرية. دار الأوبرا المصرية طبعا الحديثة، لأن طبعا لو هنتكلم على من أعرق دار الأوبرا في العالم فطبعا هي دار الأوبرا الملكية القديمة، ولكن طبعا دار الأوبرا المصرية الحديثة الحقيقة هي من أوائل أو من أعرق الأوبرات في العالم العربي. نقدر نقول ان دار الاوبرا المصريه متميزه جدا، لان كلنا نعلم كلمه دار الاوبرا في اي مكان في العالم يعني بتعني بنشاطات معينه بتخصصات معينه لبعض الفرق الفنيه. دار الاوبرا المصريه مختلفه تماما، لان هي لما اسست كان المسمى المركز الثقافي القومي، يعني بتضم عدد كبير جدا من الفرق الفنيه بنشاطات مختلفه كتيره متنوعه، دي مش موجوده في اي مكان او في اي دار اوبرا اخر، زائد طبعا جميع النشاطات الاخرى. اكتر من مسرح بيتبع لدار الاوبرا، يعني دار الاوبرا نفسها فيها 3 مسارح بيتبع لها: مسرح الجمهوريه، معهد الموسيقى، واوبرا اسكندريه واوبرا دمشق. عظيم جدا الحقيقه. مصر احنا اهتمينا بالاوبرا كفن راقي من زمان، يعني زي ما حضرتك بتقولي من ايام الملكيه، فده بيعكس عند المصريين تنوع فكري وثقافي وتاريخ عريق. يعني النبذه التاريخيه في ده ممكن يتقال ايه اللي هي البدايات الاولى؟ لا، البدايات قويه طبعا جدا، لان يعني حتى في الاوبرا الملكيه القديمه الحقيقه كان فيها يعني اوركسترا سيمفوني من اعرق الاوركسترات اللي كانت موجوده، كانت بتقدم فيها اوبرات عالميه من فرق اجنبيه، وكان ايضا فرقه الاوبرا المصريه، فرقه الباليه المصريه، فكان طبعا يعني هذا الفن وهذه الثقافه طبعا يعني عشان كده بقول مصر يعني بالنسبه لها هذا التاريخ مختلف تماما عن اي بلد عربيه اخرى. فبالتالي تم استكمال كل هذا مع الأوبرا الحديثة، لأن من خلال أكاديمية الفنون ونشأة أكاديمية الفنون والفرق الفنية اللي كانت موجودة من خلال دار الأوبرا استكمل هذا المشوار وبقوة. لأن الحقيقة يعني أنا دايما أقول مصر ولادة حقيقي، الشباب في نسبة شباب كبيرة جدا، في عازفين مهرة، في راقصين باليه، في مغنيين أوبرا، موسيقى عربية طبعا إحنا بنتفرد بيها على مستوى العالم أقدر أقول. فالحقيقة يعني في غناء يعني أو يعني عايز أقول دار الأوبرا غنية جدا بالمحتوى الإنساني اللي فيها والفني. الحقيقة دكتورة مشاهدينا الكرام، أنا عارف أن سيادتك واحدة من اللي مثلتوا مصر في العديد من المسابقات العالمية، وكمان عندك نجاح ما شاء الله في دار الأوبرا المصرية في إدارة العمل بشكل أو بآخر، ده بيعكس حالة المزاج العام المصري. الأوبرا فن راقي، لما بنقيس التذوق بالنسبة للأوبرا نقدر نقول إيه على حالة المصريين بشكل عام؟ بمعنى أدق إن إحنا في وسط المشاكل والهموم والتحديات، ولكن في ناس كتير بتشوف الأوبرا وبتتابع الأوبرا وبتتابع نشاط الأوبرا، بتشوف الحالة دي إزاي؟ حالة جميلة جدا، يعني فعلا حضرتك بتقول كلام مظبوط جدا، لان من خلال السيزون او الموسم الفني بتاعنا احنا طبعا يعني حاليا او بقالنا حوالي مثلا 2 سنين بقى في كثافه في عروضنا بشكل كبير جدا على جميع المسارح.
في نسبة جمهور مشاهدة عالية جدا جدا. الحقيقة اكتسبنا شيء كنا بنفتقده قبل كده وهو حضور الشباب. تمام. حضور الشباب النهارده أصبح مش فقط في الفرق الفنية أو في النشاط الشبابي، لا أيضا في الأوبرا وفي الموسيقى الكلاسيك وفي الموسيقى العربية. يعني أنا أقدر أقول إن يعني الحمد لله الأوبرا نجحت خلال الكام سنة اللي فاتت إن هي قدرت توصل يعني لكتير من المصريين. الحقيقة كانت الأسباب كتيرة ولكن اتحققت، والنهاردة بخروج دار الأوبرا من خارج جدران دار الأوبرا بالنسبة لمهرجان القلعة والنجاح بهذا الشكل والإقبال الشديد بهذا الشكل، قبلها برضو كان في المسرح الروماني بالإسكندرية في إقبال شديد. يعني الحقيقة الشعب المصري متذوق جدا. دكتورة انتوا بتشتغلوا ازاي في الأوبرا؟ يعني ايه التحديات اللي بتقابلكم؟ يعني آلية العمل بتمشي ازاي؟ آلية صعبة، هي صعبة طبعا لان عدد كبير. يعني ما لازم اقول لحضرتك احنا كدار اوبرا ملهاش مثيل بالنسبة لعدد الفنانين المتواجدين جوه، عدد الموظفين، لان زي ما بقول لحضرتك بيتبع لدار الاوبرا اكتر من مصر حتى في محافظات اخرى. احنا ما بنكتفيش كمان على فكرة في اليات العمل فقط بالنشاط الفني، لكن احنا كمان بيتبع لينا مركز تنمية مواهب ضخم جدا في دار الاوبرا، وفي السنوات الاخيرة الحقيقة توسعنا فيه بشكل كبير وتوسعنا اكتر في اسكندريه ودمنهور ايضا، لان يعني كان ايماننا وفكرنا بان لازم يبقى في اجيال الاطفال يكونوا طالعين متذوقين وفي مواهب كثيره جدا جدا، وخاصه ان هذا الدور فقد في المدارس، فاحنا بنحاول نعوض ده بشكل ايجابي جدا. قبل ما نسيب النقطه دي الحقيقه مركز تنميه المواهب ده تابع ليكم بشكل اساسي في الاوبرا؟ طبعا لدار الاوبرا. طب آلية الالتحاق بيه ازاي يا دكتور؟ ولا حاجه خالص، هو يعني هو بيبقى كورس كل 3 اشهر وبيقدموا الولاد، في ولاد معانا بيقعدوا بالسنين طبعا كتيره، تخصصات كتيره جدا، فالطفل بيبقى بيشوف هو ايه الاله اللي حاببها، او لو حابب غنى، لو حابب جيتار، لو حابب فلوت، لو حابب كمانجا، موسيقى عربيه، يعني في اشكال كتيره جدا. فبقى عندنا اعداد الباليه، طبعا عندنا اعداد كبيره جدا جدا في فصول الباليه على مستوى حتى دمنهور واسكندريه، فبالتالي كل ده يعني في منه نتاج رائع، لان الولاد فيه بيكبروا معانا وفي الاخر بيلتحقوا معانا في فرق الفنيه دار الاوبرا، حتى لو كان ليهم دراسه اخرى في المدارس او في الجامعات هم بيكتشفوا في نفسهم مواهب، فاحنا بنكون الوسيله لتحقيق الموهبه دي. مشاهدينا الكرام، قبل الهوا كنت بقول للدكتوره ايناس احنا ليه ما عندناش عبد الحليم ام كلثوم والجيل الرائد؟ قالت عندنا كتير، ولكن دار الاوبرا بتقدم وبتنمي المهارات لكن محتاجه كمان دعم مختلف وبشكل اخص من الاعلام. دكتوره احنا فعلا عندنا مواهب كبيره زي ما حضرتك بتقولي بتبتدي معانا وتكبر ويكون عندها نفس الثراء الفني الضخم اللي مصر كانت بتزخر بيه عبر سنين. عندنا مواهب عظيمه جدا جدا وثراء عظيم جدا جدا، ولكن طبعا احنا كدار اوبرا احنا يعني منوطين بتقديم هذه الفنون وحفاظ على هذا التراث والحفاظ على هذه الاصوات، وندي الفرصه ونقدر يقدموا بشكل مظبوط، ولكن في جزئيه احنا لا نمتلكها كدار اوبرا مصريه وهي صناعه الفن النجم بعد كده، او الاضاءه الكافيه اللي المفروض ان تساعد يعني الاصوات دي الجميله دي ان هي تنطلق بشكل فردي. في أصوات الحقيقة بتفضل إن هي تحتفظ بهذا الشكل الكلاسيكي اللي بتقدم بيه فنونها، ولكن في أصوات أخرى بتبتدي تتجه لمسابقات أو بتبتدي تتجه لأشكال أخرى بحيث إن تقدر تحقق ذاتها، وده مش فقط على فكرة في الغنى، ده حتى في العزف، يعني حتى في الموسيقى الشرقية والغربية، ولكن تظل دار الأوبرا منوطة بتقديم هذا الفن. النهاردة حتى الفنانين الكبار جدا على مستوى العالم العربي لما بيتواجدوا في دار الأوبرا بالنسبة لهم هذا الإحساس مختلف عن أي مكان،
لعدة أسباب. أولاً أنه بيأدي فنه قدام الجمهور المصري، وده من أصعب ما يكون، لأنه يعلم أن هذا الجمهور عنده ثقافة وخلفية ومتزوج جداً، صانع نجوم. طبعاً طبعاً، زائد طبعاً أن يعني دار الأوبرا المصرية بعراقتها دي لوحدها بيبقى لها وقع مختلف داخل أي فنان. طيب دكتور، اي حد بيشوفنا ويحس ان عنده موهبه، او حد من اولاده عنده موهبه سواء في الغناء او العزف، او حتى على الاقل يعني مهتم بالقصه دي، ممكن يلتحق بالمركز ازاي؟ يتابع ازاي؟ بيجينا وبيقدم، وكتير جدا بيتصلوا بيا، وكتير جدا بيجونا، ويعني مفتوح للجميع الحقيقه، وبنتقبل اي حد بيجي، لان بيحصل طبعا نوع من الاختبار، بنشوف القابليه ايه، بنوجه برضو لو ممكن هو حابب تخصص معين، احنا بنحاول نوجه التخصصات اللي موجوده. فبالتالي يعني النهارده بقى في رصيد كبير جدا في هذا المركز. انا قلت لي ان احنا عندكم 13 فرقه فنيه، ده عبء كبير، وكمان تنوع فكري وثقافي. تنوع الفرق يا دكتوره، يعني عندنا ايه؟ بنهتم بايه في دار الاوبرا المصريه؟ بفن الباليه، فن الاوبرا، موسيقى كلاسيكيه، عندنا اكتر من كورال الحقيقه، عندنا كورال خاص بتقديم الاوبرات العالميه، عندنا كورال يسمى اكابيلا وهو يقدم الاعمال السيمفونيه مع اوركسترا القاهره السيمفوني، عندنا 5 فرق موسيقى عربيه بكل فرقه ليها الكورال الخاص بيها، وهذه الفرق منوعه متنوعه حتى في تقديم فنونها، عندنا فرقه الرقص الحديث، فرقه الفرسان، تنوع ضخم، تنوع كبير جدا جدا. يعني لما بنيجي حتى نضع البرنامج السنوي للأوبرا في ثراء كبير، لأن في تنوع في كل هذه الفنون لتقديمها، زائد طبعا ان احنا بنحافظ على الريبرتوار او بنحافظ على المنظومه الفنيه اللي موجوده، ولكن لازم يكون في لكل فرقه انتاج او اتنين جديد، لازم يبقى في فكر جديد بنطلع بيه. الحاجه الثانيه ان فرق مثلا زي فرقه الفرسان او الرقص الحديث، دول مسؤولينهم كلهم شباب، افكار جديده خالص، احنا بنحاول نحقق هذا الطموح حتى ما بقاش نكتفي مثلا بالمسؤول عن الفرقه، بل اصبح النهارده مسؤول الفرقه هو اللي بيعرض افكار شباب اخرى. يعني دي مساحه مهمه جدا لازم تكون متواجده مع الشباب، ان هم يقدروا الفكر بتاعهم او الحلم اللي بيحلموا بيه ان يبقى فيه سبل لتحقيقه. فدي طبعا بتبقى فرصه كبيره جدا للفرق دي. مع النشاط ده كله بنقدم كمان، وانا لان انا مؤمنه بان دار الاوبرا المصريه بكل فنونها الجميله دي، ولكن هي يعني دار اوبرا مصر، بمعنى ان يعني في فنانين كتير جدا في مصر ما همش تابعين لدار الاوبرا، من حقهم انهم يقدموا فنونهم داخل دار الاوبرا. فبالتالي الفترة الأخيرة شفنا يعني أفكار كتيرة جدا، فرق شبابية كتيرة، فرق أخرى، فنانين أصوات مختلفة كتيرة، بندي لازم المساحة دي، لازم يكونوا متواجدين معانا. يعني مثلا وجود الفنان عمر خيرت ده طبعا، بس احنا بنعتبره طبعا من داخل دار الأوبرا، لكن في تنوع في أفكار تانية كتيرة جدا. الشباب اللي احنا سمعينهم النهاردة وكل يوم بنشوفهم دول على طول على مدار السنة موجودين معانا، لأن الحقيقة يعني أنا بشوف إن الشباب دول عشان يتبنوا الأفكار اللي هم بيقدموها دي بتبقى مشوار طويل، لأن أنا فنانة وأدرك ده كويس قوي. في لحظة هم لازم يكونوا محتاجين الإيد اللي تساعد، يعني وإحنا كدار أوبرا هي دي مهمتنا، إن إحنا لازم يقدموا بالشكل المظبوط. فطبعا لما النهاردة فرقة شباب يعزف قدام 5000 مشاهد، ده حدث بالنسبة له في المراحل دي، فيعني أعتقد إن ده دور مهم جدا الأوبرا بتقدمه. الحقيقة في الحالة المصرية دكتورة، لما بتشتد الأزمات علينا كلنا بنهرب للفن الراقي، وبتكون دار الأوبرا هي الجهة أو الوجهة بالنسبة للجميع. لما يكون الشباب كمان في قمة المتصدرين لهذه الوجهة، فاحنا بنقدم حاجة مختلفة، بتخاطب الشباب بفكر مختلف. بتخاطبوا الشباب إزاي؟ من خلال اولا طبعا احنا يعني مش كل الافكار اللي بتيجي هي اللي بتقدم، طبعا يعني لازم بنشوف الافكار ايه، بنشوف بتتماشى مع فكر دار الاوبرا ولا لا. طبعا معظمنا يعني فنانين وفنانين دارسين بشكل كويس قوي، فالحقيقه بيبقى في نوع من التقدير للتقييم المستوى الفني نفسه، فما يقدم هو ده اللي بنقدر نعمله.
إتاحة المسارح ده شيء مهم جدا، لأن نقدر نقول إن يمكن مسارح دار الأوبرا يمكن هي اللي تقريبا شغالة طول السنة، فإتاحة المسارح للفرق دي وما ينجح منها ده مهم قوي. طيب إحنا مش بس بنهتم بالمبدعين والأفكار والفن الراقي في القاهرة أو في المحافظات أو الإسكندرية، إحنا إزاي كمان ممكن نكتشف المواهب الفنية اللي جانا من الصعيد من الدلتا؟ يعني بنتواصل إزاي في المنظومة دي؟ يعني هو طبعا يعني في جهات اخرى طبعا هي المفروض تكون مسؤوله، ولكن احنا من خلال مهرجان الموسيقى العربيه دايما بيبقى عندنا مسابقه في التخصص في العزف وفي الغنى، اضفنا عليها الجديد الاطفال كمان، يعني غنى الشباب والاطفال، لان هنا بنكتشف اصوات جميله جدا الحقيقه وبتيجي من مناطق كتيره جدا ومن بعض بلدان عربيه كمان، بتبقى قدام بنتيح الفرصه بعد كده ان هم يكونوا مشاركين معانا من فرق في داخل فرق دار الاوبرا. يمكن القوانين يعني فيها عرقله شويه في المرحله اللي احنا فيها، لكن احنا على الاقل بنحاول ندي الفرص للمشاركه والتواجد معانا عشان يحسوا ان الموهبه دي في النهايه هتوصلهم لنتاج معين. القوة الناعمة لمصر، يعني احنا دايما يعني في العرف او في العقل الجمعي المصري ان هو الثقافة العربي هو مصري، سواء من ناحية المسلسلات او الفن او يعني، فاحنا عندنا فكرة الفن او احد التحديات او المهام الرئيسة للقوة الناعمة المصرية. لما حضرتك بتسافري او بتستقبلي فرق اجنبية، يعني بيكون الانطباع ده ازاي عند الناس اللي جاينا او حضرتك عند مشاركتك في المهرجانات الدولية؟ الانطباع دايما رائع الحقيقة، لأن يمكن عشان أنا كمان يعني بديت مشواري الفني من فترة طويلة جدا، فأعي تماما اللي لازم يقدم في الخارج، الرسالة طبعا، ومش في أي مكان بتقدم أي رسالة، وأنا درست في الخارج وعشت فترة فأعرف إيه يعني المفروض يوصل بشكل سليم، مفاتيح الفكر نفسه بالضبط طبعا. الحقيقة يعني المرحلة الأخيرة هي دايما الأوبرا بتاريخها، دايما فرقها بتتواجد في أماكن كتير، لكن المرحلة الأخيرة الحقيقة بكثافة في أوروبا وفي الدول العربية. النهاردة مع وجود أوبرات في معظم البلدان العربية بإمكانيات طبعا عظيمة جدا، أقدر أقول إن إحنا مصر حقيقي بخير وهتظل بخير، لان بس في معلش في امكانيات احنا لا نمتلكها، بس احنا بنمتلك شيء لا يمكن حد تاني هيمتلكه، احنا بنمتلك قوه بشريه خرافيه، بنمتلك تاريخ وتراث وفن مش موجود، احنا بنقدم الشيء الحقيقي، يعني احنا بنقدم كل اشكال الفنون وبنقدم حتى الفنون الاخرى الاجنبيه باتقان شديد جدا، لان من يقدموا هذه الفنون درسوا دراسه يعني عايز اقول زيهم زي متعمقه للغايه بالضبط كما، لكن لما مع في الاوبرات الاخرى كل ما هو موجود هو مستورد، فهو ده الفرق بيننا. احنا صناعه مصريه، احنا صناعة عندنا ثراء فكري قوي وفني، ونفتخر ان احنا صناعه مصريه برغم كل المعوقات اللي موجودة، ولكن نفتخر ان احنا صناعة مصرية، اصوات مصرية، عازفين مصريين، جمهور مصري، لان في بعض بلدان الجمهور غير مهيأ لهذه الفنون اللي هي مستوردة اللي موجودة. الحقيقة كمان يعني اكيد وانت بتشتغلي ب 13 فرقة ومهرجان كبير ودار اوبرا وتاريخه وقدام الجمهور متذوق، اكيد في تحديات بتقابلكوا دكتورة في دار الاوبرا المصرية. ايه التحديات اللي بتقابلنا زي ما بتقابل مصر؟ خلينا نتناقش كده. التحديات كتير في اي عمل، في اي عمل طبيعه اي عمل فيه تحديات كتيره جدا جدا، بس يظل الهدف يعني هو اهم شيء. بس الكلام ده مع شخصيه ليدر زي سيادتك، ولكن اكيد في تحديات بتكون برضه وانت بتشتغلي بتاخدي بالك منها، بتكوني مركزه عليها، عامله لها حساب. اه طبعا، بس انا اقدر اقول ان يعني انا يعني الحمد لله يمكن جزء كبير من التوفيق اللي احنا فيه ان احنا بنشتغل بروح الجماعه، وده مهم جدا. حضرتك لما تشوف وتبص مثلا على المهرجان في خليه كبيره بتشتغل وبتعمل وبحب، لان بس هو ده فن بالظبط، واحنا مبسوطين والناس مبسوطه، لان يعني اي شيء فيه فن وانه هو يوصل للناس وبالسعاده دي اكيد ده بيساعدنا جدا. المعوقات كتيره مفيش شك، لان وهتفضل دايما موجوده، بس مفيش مستحيل، يعني دايما المعوقات بنحاول نتغلب عليها، في معوقات إدارية، ممكن معوقات في قوانين، في لوائح، في حاجات كتيرة جدا بنتغلب عليها، في معوقات نفسية
بنقابلها كتير، لان دايما النجاح برضو له كارهينه، لكن بنقدر نتغلب عليها لان احنا الجماعه، وجماعه بتعمل بحب، فهو ده الناتج الاخير اللي بيطلع. هو ليه حاله التفرد الفني لما بنحب نستمتع بشكل راقي جدا نقول دار الاوبرا المصريه؟ ايه اللي بيختلف؟ يعني انتوا ليه بتعملوا حاجه مختلفه في شغلكم؟ عشان يمكن بنتقن شغلنا وبنحبه حقيقه. يعني احنا لما حضرتك بتخش الاوبرا من اول الباب لغايه كل حاجه بحدود الامكانيات اللي موجوده بنقدر نتقن اللي احنا بنمتلكه. زائد زي ما بقول دايما ان يعني المنظومه الفنيه، اصل ده مهم جدا، ايه اللي ممكن يقدم للجمهور، لان لازم نعي ان احنا بنتعامل مع اجيال ونوعية جمهور مختلفة كتيرة في الذوق، في حب الشيء اللي هم بيتفرجوا عليه. ده مهم جدا التنوع. يعني مثلا هقول لحضرتك حاجة، احنا بقالنا سنتين ثلاثة تقريبا يوميا الأوبرا يعني على مدار السنة ما بتشتغل، ده في حد ذاته انجاز كبير جدا. علشان تقدر انك تكسب جماهير او جمهور في كل هذه الأيام يبقى لازم في تنوع كبير ومدروس. طيب احنا كمان يعني دار الأوبرا المصرية في المناسبات القومية اللي بتكون عزيزة علينا، عزيزة على كل مصري، بتتفرد دار الأوبرا المصرية فإنها تقدم وتحكي للمواطن المصري تاريخه وأمجاده من خلال فن راقي متميز. بتعملوا إيه؟ بيبقى فريق كبير الحقيقه، وبيفكر، وبنبقى يعني اكتر مش فكره شخص، بتبقى فكره فريق كبير، مجموعه كبيره، بنشوف ايه اللي ممكن نقدمه، بنشوف ايه الصوره اللي ممكن احنا كمشاهد، مش بس فقط كفنان بيضع برنامج، ولكن كمشاهد ايه اللي ممكن يستمتع بيه الحقيقه. وانا شايفه ان التاريخ الفن وتاريخ مصر من اعظم ما يكون، فيجب استثماره. طيب احنا يعني لما بتعدي علينا مناسبه قوميه زي احتفالات اكتوبر او الاحتفالات القوميه الكبيره، بنلاقي اللي بتقدمه الاوبرا مختلف عن اي مكان تاني ممكن نروحه. في اماكن تانيه ممكن تقدم فن راقي ومتميز، لكن دار الاوبرا بتلاقي الاتقان الشديد، التميز، حتى اختياركم للفنانين اللي بيأدي الدور بشكل او باخر. يعني بتعملوا خطه، بتكونوا حاطين في اعتباركم ان احنا عندنا مناسبه قوميه قبل بدايه العام في الخطه السنويه، فبنفكر فيها وبنبتدي نعمل اجنده. وضع البرنامج، يعني هو لما حتى بيوضع البرنامج احنا بنقعد شهور، احنا يمكن من المؤسسات القليلة في مصر اعتقد اللي ممكن برنامجنا بيبقى خالص قبل السيزون ما يبتدي بشهور ويستمر ونلتزم بيه لمدة سنة. يعني انت حضرتك بتبقى عارف شهر ابريل او شهر مايو العرض اللي هتتفرج عليه في انهي مسرح، يعني ده المتعارف عليه عالميا. لما بنيجي نحط البرنامج بيبقى بنراعي طبعا كل المناسبات، بنراعي كل الأعياد بكل أشكالها الحقيقة. يعني في شهر ديسمبر بيبقى شهر مميز جدا لان في اعياد على مستوى العالم مختلفه كتير، وبقالنا فتره بيقع فيه مثلا مولد النبي، مع بعديه بشويه بيبقى الكريسماس. يعني في تنوع دايما، بنبقى دارسين كل التواريخ، كمان بندرس تواريخ ذكرى الفنانين لان ده مهم جدا، وذكرى المؤلفين العالميين. فيعني هي بتبقى طبعا دراسه لفتره طويله. يعني احنا الحقيقه موجودين في مكان يعني رائع، يمكن كان فكره سيادتك ان كنتوا تنتقلوا بالمهرجانات الكبيره للاماكن التاريخيه سواء في اسكندريه او هنا في قلعه صلاح الدين. ازاي احنا ممكن نستغل هذه الاماكن يا دكتوره في اثراء فكر ونقول للمشاهد المصري انت عندك تاريخ وعندك كنوز كبيره، شوف الاماكن دي، استمتع بيها، شوف حضارتك. ده مهم جدا. يعني احنا شايفين صحيح المهرجان هنا بقاله 25 سنه وكان ناجح دايما حقيقه، بس السنوات الاخيره نجح قوي لان بقى في اقبال من الشباب كبير جدا لتنوع البرامج. بس انا عايزه اقول ان في بعض من يعني احنا لما نتفرج على الجمهور، وده شيء احنا بنستمتع بيه، ان نتابع في بنحس ان في عائلات بتطلع لاول مره بتشوف هذا المكان الحقيقه. انا شفت ده وبيقفوا ويتصوروا، ده مهم جدا. الاماكن الاثريه مهم جدا جدا لينا كشعب مصري، وخاصه للشباب وللناس اللي هي ما عندهاش الفرصه اتاحت ان هي زياره الاماكن دي، وما اكثرهم طبعا. مهم قوي التواجد الثقافي والفني داخل الاماكن الاثريه. الحقيقه انا سعيده جدا بفكر سياده الوزير الاثار، لان هو يعني مشجع جدا هذه الفكره الحقيقه.
يعني هو شجعنا قوي بالنسبه لعوده تاني النشاط في المسرح الروماني، ودلوقتي بنتفق على ان يبقى في اكتر من مكان في اكتر من محافظه الحقيقه لتم تفعيلهم. ده مهم قوي، لان يعني اعتقد فخر لاي شاب ان هو يكون موجود وشايف تاريخه وشايف كتير من الناس بيدخلوا المكان لاول مره يا دكتوره ويشوف الاماكن ويشوف الكنوز اللي موجوده فيها. السحر اللي احنا عايشين فيه ده. رئيس دار الاوبرا المصريه حاليا، بتشوف حاله الفن المصري ازاي؟ ممكن نرتقي بالسوق العام او الحاله الفنيه المصريه ازاي؟ والله انا عايزه اقول الحقيقه يعني مش عايزه نظلم قوي الحال، لان لا في مجهود كبير جدا. يعني خلينا نبعد عن الاوبرا، خلينا نبص على الدراما. الحقيقه في تطور كبير جدا حاصل في السنين الاخيره في الاخراج، في التمثيل، في التصوير، في حاجات كتيره جدا. الحقيقه في تطوير حاصل وبيحصل، وفي حراك كبير جدا جدا، لكن يعني هي المناخ يمكن كله المزاج العام. المزاج العام بالظبط، ولكن اعتقد ان الاصرار على تقديم الجيد هيكون له صدى. لان النهارده لما بنتفرج على مثلا الدراما المصرية خلاص متفردة، الحقيقة متفردة على مستوى العالم العربي، في لحظات تكاد كانت تنسحب منا، ولكن عدنا وبقوة، ومن كلهم شباب، يعني شيء الواحد يفتخر له الحقيقة. بنقيس على هذا في مجال كتير جدا، مجالات كتيرة أخرى، فنون التشكيلية، يعني في مجالات كتيرة جدا، بس هي المنظومة كلها محتاجة إنها يعني تبقى منظومة واحدة، يبقى فيه فكرة أو هدف واحد كلنا بنسعى اللي كله يخدم عليه. بالظبط، إحنا بنسعى لإيه وعايزين نوصل لإيه، ما تبقاش مجهودات فردية فقط، لأن هذه المجهودات بتنجح، لكن الأقوى إنها تكون مدعمة وتكون موجهة الحقيقة بشكل سليم وليس توجيه للعقل، نبع من الواقع وبتعبر عن الواقع. يعني قصدي إن نقدر نتفاعل كل ده مع بعضه، لأن مازالت مصر قوية، مازالت مصر إن شاء الله هتفضل قوية. دكتورة إيناس عبد الدايم، بتفكر في إيه للأوبرا المصرية؟ بفكر بإن يعني الحقيقة يمكن في بداياتي أول ما جيت، وأنا جيت في وقت صعب الحقيقة، أنا جيت بعد أحداث كتيرة وشفت أحداث كتيرة، كان يمكن في البداية عندي طموح مختلف تماما، لكن أنا على قد ما عندي طموح على قد ما أنا واقعية. كان لازم الواحد يدرك الواقع اللي إحنا اللي مصر بتمر بيه، لأن مرحلة مختلفة، فكان لازم يعني الاندماج جوه الواقع ده أو وجود الحلول اللي احنا نقدر نتحرك بيها ونتقدم بيها، ولكن في خلال الواقع. لأن أنا كان طموحي بأن وبعلاقاتي وبخبرتي اللي أنا اكتسبتها أن يبقى في فرق مثلا على مستوى عالمي ضخمة جدا جدا، مستحيل. في إعاقة اقتصادية، في إعاقة مالية، في حاجات قوانين، في حاجات كتيرة جدا جدا، في ظروف سياسية كانت مصر بتمر بيها برضو لها كان تأثير كبير. كل ده يعني أنا ترجمته بعد كده للواقع الداخلي، إن أنا نتعامل مع الداخل، بمعنى إن إحنا الفرق بتاعتنا دعمناها بقوة في نشاطها الفني، ادينا الفرص كتيرة جدا، استبقينا الفرق الأجنبية، لأن ده مهم جدا جدا، وجود الأجانب ده مهم. أنا مش بتكلم فقط وجودهم فنيا، ولكن وجودهم حتى يعني كرد فعل للعالم إن الفرق دي تواجدت في مصر، وإن الحال في مصر، والناس دي بتبقى أكبر دليل، أو يعني هم سفراء بلادهم بالنسبة لنا هنا، إن هم اللي بيقدروا بيعبروا حالة المجتمع شكلها إيه وبيعيشوها أكتر ناس تنقل الصورة صح بعد ما يرجعوا. يعني الواقع اختلف شوية، ولكن برضو الحمد لله قادرين نحقق فيه على الرغم من ضعف الإمكانيات، لكن قادرين نتحرك فيه. احنا الحقيقة عندنا محطات رئيسة اكيد في نشاط دار الاوبرا المصرية، مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، مهرجان الموسيقى العربية، ايه كمان يا دكتورة يعني؟ وعايز اعرف بتخططوا لها ازاي، بتنظموها ازاي، الفنانين اللي بيشتركوا فيها بيكون ايه الالية العمل، ايه التنظيم بيمشي ازاي، لان يعني الحقيقة ده مجهود كبير جدا، والمشاهد او المتلقي له الناتج. طبعا اي عمل فني او اي مثلا بالنسبة لفترة الصيف، لان احنا بنعتبر ان الصيف كان قوي جدا بالنسبة لنا في الاوبرا،
بنشاطات مختلفة في أماكن كتيرة، بيتم الترتيب له طبعا بفترة مسبقة كبيرة يعني، لكن يظل مهرجان الموسيقى العربية حالة خاصة طبعا، لأنه له لجنة طبعا تحضيرية من كبار الأساتذة الفنانين يعني في جميع التخصصات، بيكون تجهيزاته كبيرة لأن بيتم فيها طبعا الاتفاق مع الفنانين المصريين والعرب الحقيقة، تنوع الفقرات وتنظيم الفقرات ده بياخد مجهود كبير جدا جدا، وكمان ايضا ان بيتواكب مع مهرجان الموسيقى العربيه المؤتمر الموسيقى العربيه، بتبقى لجنه علميه متخصصه وبيكون مؤتمر لمده اسبوع بجلسات بتحضيرات حاجات كتيره جدا جدا. يظل هذا المهرجان من اقوى مهرجانات الموسيقى العربيه في العالم العربي، في العالم العربي، في العالم العربي، مع احترامي ان في بلدان كتيرة جدا مهرجانات بتحصل فيها غنى أو يعني بنقول موسيقى عربية لكن ما هوش بهذا الشكل، لأن يظل هذا المهرجان، وكل التحية طبعا والتقدير للأستاذة الدكتورة رتيبة الحفني الله يرحمها صاحبة هذه الفكرة، أن يظل هذا المهرجان هو أساس فنانين كتير جدا في العالم العربي ظهروا من خلال هذا المهرجان. السنة دي بنحتفل باليوبيل الفضي أيضا لمهرجان الموسيقى العربية، حاجة رائعة. فطبعا يعني ان شاء الله هيكون في مشاركه كبيره جدا، لان نقدر نقول معظم الفنانين العرب كانت بداياتهم في هذا المهرجان، فباذن الله هيكون في مشاركه كبيره جدا، هيكون في مفاجآت. الجميل ايضا ان هيكون في نسبه مشاركه للشباب ايضا. طب قول لنا جزء من المفاجآت. لا انا افضل لما يكون مكتوب. احب الدقه جدا، لكن اللي اكدها ان هيكون في اصوات شباب على مدار السنين دي كلها موجودة، شيء هيشرف حقيقي مصر. أكيد أكيد. ده مهرجان الموسيقى العربية. طبعا احنا كان عندنا حاجات كبيرة كمان بتعملها الأوبرا زي مهرجان القلعة، الحاجات دي عايز أتكلم عنها. والنشاط نفسه الفني يعني، يعني عندنا عروض إن شاء الله جاية، من في عندنا عرض أنطونيو جادس ده من أشهر الفرق الأسبانية في الفلامينكو، هيكون موجود في شهر اكتوبر. عندنا البولشوي ولكن بيلا روسيا، لان ما نقدرش نجيب البولشوي طبعا لان حدودهم تفوق كل شيء، ولكن هي فرقه طبعا عالميه ايضا، مجموعه فرق كتيره جدا نشاط. عندنا فنانه سعاد ماسي، عندنا كايرو ستابس، عندنا يعني مجموعه كبيره جدا من الفرق الاجنبيه اللي تتواجد معانا مع نشاطنا احنا كفرق فنيه. دكتوره بالنسبه للفرق الاجنبيه، انتوا بتقدموا لهم الدعوه انهم يجوا يقدموا الفن او يقدموا شغلهم على دار الاوبرا المصريه، يعني احكي لي كده آلية الاتصال بتتم ازاي؟ آلية الاتصال طبعا بتبقى من خلال يعني في بعض فرق مثلا احنا بيبقى بنخش بنعرف عن طريق النت طبعا، بنعرف امكانياتهم ايه، في فرق طبعا احنا بنعلم كويس قوي فنونها، بنتابع بنشوف نشاطاتهم شكلها ايه، بنبتدي نتفاوض مع هذه الفرق. بتقابلنا مشاكل كبيره جدا جدا زمان، او يعني نقول من 5 سنين كان الامر اسهل كتير جدا ان اي فرقه ممكن نتعاقد معاها كاوبرا في منتهى السهوله. النهارده اصبح ده شبه مستحيل. ليه؟ لان قوانين اتغيرت، فيجب ان اي فرقه فنيه لازم تبقى تيجي عن طريق ممارسه، وده طبعا شيء غير مقبول في اي مكان في العالم. تيجي عن طريق ممارسه فنيه، ممارسه زي قوانين بالظبط، زي اي شركه، زي اي مناقصه، زي اي شركه بالظبط. فطبعا ده عائق كبير جدا، وفي بعض الفرق الفنيه بترفض تماما هذا الاسلوب، لكن احنا مضطرين لان هي هذه القوانين. اتمنى في المستقبل تغيير ده، هذا الفكر. طب كويس، احنا بنتكلم هنا لجنه الثقافه والاعلام في مجلس النواب اكيد يعني بيتابعوا الحاجات دي، محتاجه كمان تتغير يعني. طبعا ده حتى يعني مجرد عرضه فده يعني شيء مسيء الحقيقه، لان اي فرق فنيه انت النهارده فرقه بسمعتها او بفنها اللي بتقدمه، مش ممكن تقول لها انت لن تخشي عن طريق ممارسه. المشكله حتى ان لو قبلت تخش، ما هو لازم يبقى لها تواجد في مصر، مفيش، ما هي دي فرق اجنبيه. بس احنا قدرنا نتحايل على ده او نلاقي حلول، ان توجهنا لسفارات هذه الدول، والحقيقه في كتير جدا منهم وافقوا على المساعده انهم يتواجدوا ليهم كمسؤول داخل مصر. بننجح بس مش في كل الحالات الحقيقه، لان في بعض الجهات بترفض تماما هذا الاسلوب يعني، فهي بتبقى شقه جدا يعني، بتبقى يعني مهمه شقه في خلال السنوات الاخيره. لكن نرجع نقول ان سمعه دار الاوبرا برضو الرصيد ده بيساعدنا كتير يعني. اكيد. بالنسبه لمهرجان القلعه بنستعد له ازاي؟ بالنشاطات اللي بتتقدم فيه ازاي؟ لا طبعا بيبقى في اجتماعات كبيره جدا بمقترحات لبرامج كتيره جدا. المهرجان ده بالذات الحقيقه عايز اقول ان الفنانين بيبقوا في منتهى السعاده لما بنطلب منهم انهم يكونوا موجودين، لان مهما كان الفنان قد ايه مشاعره
بتبقى في قمة سعادته لما يكون بيغني أو بيعزف قدام العدد ده من الجمهور والناس الجميلة اللي موجودة دي وسعادتها والدنيا والمكان طبعا بشكل عام. يعني خلاص هو بقى مهرجان ده مهرجان مصري حقيقي والمكان والروعة الموجود كله، فده بالنسبة لأي فنان مصري ده أعتقد خطوة مهمة جدا. الناحية الفنية في مصر بتشوفيها ازاي؟ فيها تطوير طبعا جدا، ومن خلال الشباب. يعني احنا بنشوف الشباب اللي هو بيقول لا وبيقول وله رأيه، هو بيعبر عن نفسه من خلال فنه على فكرة، وبيعترض وبيعمل حاجة فنية تعجبه وما تعجبوش. احنا لما نبص حتى كمثال مثلا في هذا المهرجان فرق كتيرة متعددة الحقيقة، كل مجموعة لها فكر مختلف خالص، لها أداء تاني خالص، لها رسالة مختلفة عن اللي غيرها بتقدمها. أنا بحترم جدا الحقيقة الأفكار دي، لأن بشوف إن هو يعني ده شباب بيفكر بأسلوب معين وعايز يوصله، مش فقط بقى على فكرة في الفرق، حتى في الموسيقى الكلاسيك. يعني أنا من خلال فنانيننا في الأوبرا وخارجها، في أيضا فنانين شباب ابتدوا يعملوا أفكار في منتهى الجمال الحقيقة، ابتدوا ينزلوا الشارع، ابتدوا يقدموا فنونهم بشكل مختلف. الشباب بيعبر عن نفسه كويس جدا، فده يعني ده مؤشر يعني إن شاء الله أعتقد مهم قوي قوي، إن هيبقى فيه تطوير في حاجات كتيرة جدا، وفي مواهب غير عادية بقى. المهم المواهب دي ما تموتش. وإحنا في الجامعة دكتورة كنا في فرقة الموسيقى والمسرح، كنت بتلاقي المسرح والموسيقى حالة مختلفة طبعاً. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو ممكن يعمل حاجة ضد الحكومة، ممكن يعمل حاجة تنتقد يعني من اكبر مسؤول في الدولة لاقل مسؤول، ومع ذلك ده بيكون في بوتقة فنية مختلفة، وبيكون المزاج العام والحرية العامة متاحة لي. احنا في دار الاوبرا المصرية بنستقبل كل الافكار اللي بيقدمها الشباب وكل الافكار الفنية في بوتقة مختلفة، لان احنا هنا في حرية الفن والابداع. دايما دايما انا بقول، حتى يعني ممكن بنقابل في بعض اوقات بنقابل مواقف ممكن تكون حرجه شويه، لكن انا دايما بقول يعني لازم يكون في حريه لتقديم هذا الفكر وصوله، ولكن دايما في اطار حدود اللي هي ما نخرجش عنها، اللي هي اتعودنا عليها كأسر وكمجتمعات. صحيح. لكن أنا يعني دايما بنقى الحقيقة في دار الأوبرا البعد، يعني دايما بشوف إن الأوبرا منوطة بتقديم الفن والثقافة، ولكن ما بحبش خلط الأمور. طبعا لأن خلينا نحافظ على هذا الكيان بهذا الجمال، لأن في فترة ما كدنا أن يخلط وكان هيبقى فيه دمار لهذا المكان. فأجمل شيء إن هو يعني إن تفضل الأوبرا محافظة على رونقها في الفن والثقافة. رسالة حضرتك للشباب للمجتمع، وإحنا بنتكلم عن فن راقي، فن كبير، فن متميز، بتقول لهم إيه؟ يعني في وسط التحديات ممكن تلاقي بعض الشباب يعني شايف ان الحاله الفنيه في مصر محتاجه، بتقول لهم ايه يعني؟ وممكن يكون هو كمان بعيد يعني. بقى عايز اقول دايما الشباب مستعجل، فيا ريت التاني شويه. ويعني صحيح ساعات حاله يعني لما تزداد الضغوط، مش بس كمان الضغوط، ساعات الواحد لما بيبقى قدامه في 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 عقله فكر كتير او جواه مشاعر كتيره حابب يحققها بيكون مستعجل قوي. لكن عايز اقول ان خاصه ما يخص الفن المشوار طويل، وبعدين في فن سريع وفي فن حقيقي، في فرق كبير. صحيح. مش الفن الحقيقي مشواره كبير وبيعيش. يعني انا اصلي يعني مش من معتقدي مفهوم النجوميه. يعني معلش انا مدرسه غير كده. انت صناعه. أيوه صناعه النجم ازاي تمشي ازاي. لكن النجوميه سهله قوي، لان ممكن قوي الاعلام وممكن حاجات كتيره جدا جدا جدا. لكن الفنان الحقيقي ده مشوار طويل. صحيح. ومشوار متعب جدا جدا، بس له ثقله وله تقله وله الثقة الداخلية جوه الفنان نفسه. فيعني الصبر، نصبر شوية وهنوصل أكيد، لأن أكيد كل شيء جميل لازم بيوصل في الآخر. حالة مصر أنتم مطمنة ليها؟ حالة المجتمع المصري بشكل عام كفنانة كعيشة كبتتذوق العام، بتقابل الناس البسيطة، بتشوف رد الفعل الفني؟ مطمنة. ساعات ببقى قلقانة شوية من إن ممكن بنشعر بحالة شوية من القلق أو الإحباط، لكن الحقيقة دورنا
اللي احنا بنحاول ان احنا نحققه ان احنا بنساعد كتير جدا على ان الحالة دي ما تكونش موجودة. عشان كده بقول انه جمهور الاوبرا زاد جدا جدا لان اصبحت الاوبرا هي مكان يعني بقول للتفاؤل. صحيح. يعني اللي وتنفس وصناعة الامل. بالضبط اللي بيقدم. وبعدين يعني بنحترم عقلية المشاهد اللي بيجي في اي شكل فن هو بنقدمه بالنسبة له. فهو بيبقى عنده قناعة معينة. فده مهم جدا جدا. احنا بنساعد في المرحلة اللي احنا فيها. سعيد جدا بحواري مع سيادتك. كل سنة وحضرتك طيبة. بشكرك الدكتورة إيناس عبد الدايم. بشكرك شكراً جدا. شكرا. بشكرك يا فندم. وانتم مشاهدينا الكرام لكم منا كل التقدير حتى نلتقي في حوار قادم. شكرا لكم وإلى اللقاء.